معنا عبر الهاتف من بغداد العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة. مرحبا بك معنا سيادة العميد. ما الخطوات القادمة من قبلكم اليوم، خاصة بعد إعلان إقليم كردستان عدم التزامه بتسليم المعابر الحدودية، وخاصة نتحدث هنا عن معبر فيشخابور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. مساء النور. أولا سيدي الكريم، كان هناك بيان صريح وواضح من قيادة العمليات المشتركة، أعطي بكافة التفاصيل والتوضيحات فيما يخص تقدم وإعادة انتشار قطاعاتنا البطلة المتمثلة بالقطاعات المشتركة العراقية لفرض الأمن والنظام وإعادة الانتشار في كل الأراضي والسيطرة على الحدود وكذلك المنافذ الحدودية. وحقيقة ما جرى بعد أن أعطى السيد القائد العام للقوات المسلحة فرصة لإيقاف تحرك القطاعات باتجاه الأراضي التابعة لسلطة الحكومة الاتحادية، وكان هناك وفد فني من الحكومة الاتحادية ومن حكومة الإقليم وقوات البيشمركة، وكانت هناك اتفاق على مسودة تقضي بانسحاب قوات البيشمركة إلى حدودها في عام 2003، وكذلك السيطرة قطاعاتنا وانتشارها على الحدود الدولية وكذلك المنافذ الحدودية. طيب، لكن يعني أفهم من كلامك يعني حتى الآن القوات العراقية المشتركة تلتزم ضبط النفس يعني، وتطالب بأشكال دبلوماسية بالعودة إلى الحوار، ولكن أتحدث هنا عن التحرك العسكري من قبلكم. هل سيكون أي تحركات مفاجئة، سيطرة، تقدم من قبلكم، أم أنكم تنتظرون دائما الأمور أن تكون تجري بشكل هادئ كما هي الحال عليه حتى الآن؟ أولا نحن لا نتمنى لا كحكومة ولا كقيادة عمليات مشتركة أن يكون هناك صدام أو إراقة دماء عراقية. قوات البيشمركة عليها أن تعي وتعرف أنها من ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقية، ووحدون واحد هو مقاتلة ومقارعة عناصر التنظيم الإرهابي وحماية العراق من شمال إلى جنوب ومن شرق إلى غرب. لكن الآن قطاعاتنا على أهبة الاستعداد، وفي حال صدور الأوامر ستنطلق لإعادة الانتشار ومسك الحدود الدولية والمنافذ الحدودية. بحديثك سيادة العميد عن نقطة الحرب ضد داعش، إلى أي مدى أو إلى أي درجة أثرت هذه الأحداث والخلافات الأخيرة مع الأكراد مع أقليم كردستان العراق على سير المعارك أو مواجهتكم في لتنظيم داعش في المناطق التي يحتلها، سواء من خلال طرده من تلك المناطق أو تمشيط وإعادة تأهيل تلك المناطق؟ يعني أولا هي بنكون واقعين لها تأثير، عندما يعني يكون هناك مثل ما حدث عندما تقدمت قطاعاتنا الأراضي التي تابعة لسلطة الحكومة الاتحادية وتحدث هذه المشاكل. لكن بالرغم من هذا كله قطاعاتنا الآن تخوض معارك وهي تحرر ما تبقى من الأراضي العراقية المغتصبة. الآن نحن على مشارف القائم وأيضا باتجاه تأمين حدود سوريا العراقية. لكن كان المفروض يعني على قوات البيشمركة ومثل ما أشرت أن تضع في يعني أمام عيونها أنها من ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقي وأن تلتزم بما تقوم به القطاعات المشتركة العراقية. نحن لا نريد الصدام، لا نريد إراقة الدماء العراقية، كل دم عراقي عزيز علينا. لكن في حال تقدم قطاعاتنا، وهذا خلال البيان وكان صريح جدا، لإعادة الانتشار في المناطق التابعة لسلطة الحكومة الاتحادية العراقية وتعرضت لأي إطلاق نيران مباشرة وغير مباشرة باتجاه قطاعاتنا وباتجاه المدينة الأبرياء، طيب، سيكون لنا رد باتجاه هذه النيران وسيكون رد قوي وحاسم. باختصار سيادة العميد، يعني موقف دول الجوار العراقي سواء تركيا أو سوريا أو إيران على ما يبدو أنها متوافقة إلى حد كبير مع الحكومة العراقية، وهناك تنسيق عالي المستوى بالحديث عن الحدود والمعابر الحدودية. على ماذا يعول الأكراد حتى كل فترة وأخرى تظهر مواقف متباينة حقيقة من قبلهم؟ حقيقة لا على ماذا يعول، مع كل الأسف يعني عليهم يعني أن يدركوا أنه العراق فوق كل شيء، كردستان عزيزة مثل ما الجنوب عزيز ومثل الوسط عزيز. لهذا اليوم كل دول العالم ودول الجوار الكل تقف مع العراق، كون هو والقوات الاتحادية كونها تقوم بعملها ضمن الدستور العراقي الذي يخولها بأن تتواجد بالأراضي التابعة لسلطة الحكومة الاتحادية. وهذا مهم جدا أن يعرف الجميع، الكل يعرف ويعي أنه يجب أن تكون هناك قوات حكومة اتحادية. من يمسك الحدود في كل دول العالم هي القوات التي تتبع سلطة الحكومة المركزية أو الحكومة الاتحادية وكذلك المنافذ الحدودية. لكن
الذي أتمناه ومن كل قلبي كمواطن وكضابط وكابن هذا العراق أن لا يكون هناك أي تهور من قبل قوات البيشمركة حال تقدم قطاعاتنا باتجاه مسك الأرض وفرض النظام في تلك المناطق. نعم، أشكرك جزيل الشكر العميد يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية.